حزب البعث تكلمت عنه منذ في الضبط سنة 2002، وقلت بأن هذا الحزب حزب علماني بيقوم على الفصل بين الدين والحياة، بين الدين والحياة، ويقول بأن الأصل الذي ينبغي أن يعتمد في العلاقات الإنسانية هو أصل القومية، القومية. فحزب البعث حزب قومي يمجد العربية ويشجع على الشعوبية ويحارب الدين، ده أصل حزب البعث سواء كان في سوريا أو كان في العراق.